موضوع اليوم في هذا الفيديو هو شرح لموقع هاش فلاير. هذا الموقع هو خاص يعني بتعدين البيتكوين، وكلنا نعرف يعني ما هو تعدين البيتكوين، وإن شاء الله يعني هذا الموقع موقع صادق جدا لتعدين البيتكوين، وأثبت مصداقيته يعني العديد من الأشخاص الذين استعملوه وسحبوا أموالهم منه. يعني موقع ثقة ويدركم إن شاء الله بأرباح وفيرة في هذا الموقع. أول شيء يعني عملية التسجيل في هذا الموقع عملية روتينية جدا، سوف أترك لكم رابط الموقع أسفل الفيديو، تضغط يعني على اللينك، يذهب بك إلى واجهة الموقع، تضغط على ريجستر، تقوم بملء البيانات، يرسل لك رسالة التفعيل إلى إيميلك، تقوم بتفعيل حسابك وتدخل يعني عادي جدا يعني كجميع المواقع. عند دخولك تسجيل دخولك لهذا الموقع، هذه هي واجهة بروفايلك، يعني هذا هو واجهة حسابك في هذا الموقع. ما هي يعني المميزات الخاصة في هذا الموقع والتي يختلف بها عن جميع المواقع والذي يعني يجعلك تعمل فيه؟ وأيضا الميزة الثانية، يعني يمكنك الرجوع إلى الفيديو السابق لمعرفة كيف سيساعدك هذا الموقع في سحب أرباحك من موقع رانسي بي آر. يعني كل ما عليك فعله هو الرجوع إلى الفيديو السابق، سوف تجد يعني شرح موقع رانسي بي آر وكيف يمكنك استغلال هذا الموقع في سحب أرباحك من هذا من موقع رانسي بي آر. عند التسجيل في الموقع أول شيء عليك يعني ملء البيانات الخاص بك، تذهب إلى بروفايلك، تضغط هنا to your profile، يقول لك هنا to successfully withdraw funds you may want to add a Bitcoin wallet address، يعني من أجل سحب أرباحك يعني نجاح سحب أرباحك من هذا الموقع يجب عليك إضافة your Bitcoin address، يعني في من زابو أو بلوكشين، يعني كل أحد على حسب يعني المحفظة التي يستعملها. وعليك ايضا تفعيل ايميلك، انا لم افعل ايميلي بعد، تظهر لك يعني هذا التحذير، يجب عليك يعني هنا تفعيل ايميلك، هنا اذا لم يصلك تصلك رسالة التفعيل اضغط فقط على هذا الرابط سوف يعيدون ارسال رسالة التفعيل. الان كيف نعدن في هذا الموقع؟ نذهب هنا في هذه الاختيارات الى الخانة الاخيرة باي هاش ريت، نضغط عليها يفتح لنا ثلاث خيارات. ما هي هذه الثلاث خيارات؟ هذا الخيار الاول عند الضغط عليه هو خاص بتعدين البيتكوين، والخيار الثاني هو خاص بتعدين عملة الليتكوين، وهنا خاص بتعدين عملة الإيثيريوم العملة الجديدة. ما يهمنا هنا عملة البيتكوين، نضغط هنا على شرا 256، نضغط هنا على اللينك، يذهب بنا إلى هذه الصفحة. هنا يمكننا يعني اختيار قيمة الجيجا هاش التي سوف نشتريها من هذا الموقع. الميزة الجيدة في هذا الموقع أنه أصغر قيمة للجيجا هاش التي يمكن شراؤها هي 10 جيجا هاش، يعني لن تكلفك الكثير، 1.6 دولار أو 0.002 بيتكوين، هذه أصغر قيمة يمكنك شراؤها، ويعني أظن يعني كل الناس يستطيعون شراء هذه القيمة، يعني ليست غالية جدا، مجرد 1.6 دولار أو 0.002 بيتكوين. وأيضا الجميل في هذا الموقع يمكنك الشراء إما بالبيتكوين أو بالدولار، يقبل يعني يقبل حتى الماستر كارد ويقبل الباي بال ويقبل البيتكوين، يعني يمكنك شراء الجيجا هاش يعني قيمة التعدين التي تريدها بمختلف الوسائل وسائل الدفع المتوفرة. تقوم هنا باختيار قيمة الجيجا هاش، يعني تسحب فقط هذا المؤشر وتقوم باختيار القيمة التي تريدها، مثلا 10 جيجا هاش، تسحب هنا إلى غاية أن يعطيك الرقم 10 جيجا هاش، تضغط على بروسيد من أجل شراء جيجا هاش لبدء التعدين في هذا الموقع. هذا هو الطلب الذي قمت به، 0.01 تيرا هاش، يعني تيرا هاش تساوي 1000 جيجا هاش، لهذا 0.01 تيرا هاش هي 10 جيجا هاش التي قمنا باختيارها. تضغط هنا لاختيار وسيلة الدفع التي تريدها، ثم تقوم بالدفع للموقع ويبدأ بالتعدين إن شاء الله في هذا الموقع. وايضا سوف اضع لكم هذا الموقع في الديسكريبشن اسفل الفيديو، ويساعدك في حساب المداخيل التي سوف تربحها من هذا الموقع على حسب قيمة الجيجا هاش التي اشتريتها. اضغط يعني على الرابط اسفل الفيديو سوف ينقلك الى هذا الموقع، كيفية حساب المداخيل التي سوف تقوم بربحها. يعني مثلا نضغط هنا اخترنا مثلا 10 او 100 جيجا هاش، مثلا اشترينا 100 جيجا هاش من هذا الموقع، نكتب هنا في هاش ريت 100 جيجا هاش في الثانية، ثم نضغط على كالكوليت. عندما تضغط على كالكوليت يعطيك هذا الجدول،
وهذا الجدول يعني خاص بأرباحك التي سوف تدخلها من هذا من 100 جيجا هاش التي اشتريتها هنا per day per week per month per month. يعني هذا خاص بأرباحك اليومية التي سوف تعيدها إليك هذه 100 جيجا هاش، وهنا بالأرباح في الأسبوع، وهنا في الربح في الشهر، وهنا سوف تجد القيمة بالبيتكوين وهنا بالدولار. يعني أنت والقيمة التي اشتريتها، وأفضل قيمة لاشتراء يعني لاستثمارها في هذا الموقع هي 1000 جيجا هاش، يعني 1 تيرا هاش. نضغط هنا على 1000 جيجا هاش، نضغط على كالكوليت، انظر الأرباح التي سوف تعطيك إياها هذه القيمة. في اليوم تعطيك 1.43 دولار، في الأسبوع تعطيك 10 دولار، في الشهر تعطيك 43 دولار. يعني هذا الموقع سوف يساعدك في حساب أرباحك التي سوف تدخلها على حسب قيمة الجيجا هاش التي اشتريتها. سوف أترك لكم رابط هذا الموقع أسفل الفيديو، وأيضا رابط موقع هاش فلاير سوف أتركه أيضا أسفل الفيديو. ولمن يريد يعني الاستفادة، سوف تستفيد يعني بطريقة مضاعفة في هذا الموقع، تستفيد من التعدين فيه، وتستفيد منه في إخراج أو سحب أرباحك من موقع ران سي بي آ. ولمن يريد يعني معرفة هذه الخاصية يرجع فقط إلى الموضوع السابق سوف ي... أو الفيديو السابق، سوف يجد الطريقة التي ستساعدك في سحب أرباحك من ران سي بي آ باستخدام هذا الموقع. وأيضا يعني سوف أعطيكم يعني طريقة جيدة لاستغلال هذا الموقع في ران سي بي آ. فقط يعني قم يعني بالاتصال بأحد من أحد أصدقائك الذين تسجلوا في ران سي بي آ، وقم بتبادل الخدمة معه. يعني أنت سجل في حسابه في الهاش فلاير، وهو يسجل عن طريق اللينك الخاص بك في هاش فلاير، يعني تبادل الخدمة بينكما، وسوف تستفيدون من التعدين وتستفيدون من الريفني شيرز التي سوف تحققونها في موقع ران سي بي آ، وإن شاء الله تستطيعون سحب أرباحكم من هذا الموقع. هذا كل شيء يعني بالنسبة لي موضوع اليوم وموقع هاش فلاير. لا تنسوا ضغط زر الإعجاب للفيديو إن أعجبكم، وأي استفسار أو أي سؤال ضعوه في التعليقات أسفل الفيديو، وإن شاء الله أجيب عليها. وسوف أضع لكم رابط موقع هاش فلاير الخاص بي أسفل الفيديو، فتفضلوا بالتسجيل فيه. وأيضا هذا الموقع الخاص بحساب الأرباح التي سوف تدخلونها من موقع هاش فلاير سوف أضعه أيضا أسفل الفيديو. هذا كل شيء بالنسبة لشرح اليوم، وإن شاء الله تستفيدون من هذا الموضوع. إلى لقاء جديد وإلى فيديو جديد للربح من الإنترنت. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.